مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الخبير العسكري والأمن العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بك سيادة العقيد. مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. مساء النور. أستاذ حاتم، أوردت وكالة رويترز للأنباء أن حلف شمال الأطلسي نيتو يدرس وضع بعثة طويلة الأمد في العراق، كيف تقرؤون هذا القرار؟ نعم، أنا أعتقد أن المقترح التي تم تقديمه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الدفاع الأمريكي ماتيوت عبر رسالة أرسلت إلى حلف الشمال الأطلسي لغرض مناقشتها على 3 أيام، تتضمن بإبقاء بعثة من هذا الحلف في العراق لغرض التدريب والاستشارة على أن لا يشترك بعمليات قتالية. وأنا أعتقد بأن هذا هو للتورية فقط، وأما حقيقة الأمر فهو الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعطي غطاء لبقائها في العراق للفترة القادمة، وتحاول أن تجر حلف الناتو إلى هذا الأمر. لذلك هي تحاول تسويق هذا الأمر الآن من خلال بأنه ستكون هناك أكاديميات للتدريب، وقد تكون هذه الأكاديميات خارج بغداد، يعني حتى لن تكون في بغداد. إضافة إلى هذا أن الحلف أصلا هو من قسم إلى قسمين، قسم يؤيد والقسم الآخر يقول لا نريد أن تتكرر التجربة التي كانت في أفغانستان سابقا. نعم. وبذلك لم يتم التوصل إلى شيء لحد هذه اللحظة ولم ينتج منه قرار. هناك تجربة للولايات المتحدة سابقا في أفغانستان أعتقد أنها باءت بالفشل بشكل كبير جدا، وهي الآن تستجد الجلوس مع طالبان محاولة الضغط بكافة الأساليب لغرض جر طالبان إلى طاولة حوار. وبالتالي هي تحاول الآن أن تستفيد من هذه التجربة التي كانت لديها في أفغانستان لكي تطبقها في العراق. نعم، لو ننتقل لتصريح آخر لحيدر العبادي الذي يقول فيه أن العراق ما زال بحاجة إلى وجود أمريكي أو وجود القوات الأمريكية، ما مدى الحاجة الأمنية لهذا التواجد الأمريكي؟ أكيد حيدر العبادي عندما يتكلم هذا الكلام هو يتكلم حقيقة الأمر الموجود في العراق وحقيقة الواقع العراقي، لأنه القوات الحكومية غير قادرة على مسك الملف الأمني، ولولا تدخل التحالف الدولي والطيران الأمريكي الغربي في معركة تنظيم الدولة في الفترة السابقة لم استطاعت هذه الحكومة. لكنه بالمقابل سيادة العقيد، بالمقابل العبادي نفسه كان صرح قبل أيام أن إنهاء تواجد عناصر تنظيم الدولة كان بفضل القوات الحكومية، كيف تقرؤون هذا التناقض؟ هذا تناقض كبير جدا، يعني قائد القوى الجوية الأمريكية يصرح بأنه لولا الطيران الذي قدم الإسناد لقوات القوات الحكومية لم يستطع القوات الحكومية من السيطرة على المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة في الفترة السابقة، وقال عندما تتوقف الطائرات عن تقديم الإسناد يتوقف تقدم القوات الحكومية، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن هناك تضارب في التصريحات ما بين الحكومة وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعطي صورة واضحة على عدم التنسيق في مسائل كثيرة، ومن ضمنها بأن هذه التصريحات التي تصدر تعتبر تصريحات غير مسؤولة للطرفين وتعطي حقيقة الموقف بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية. يربط بعض المراقبين هذه التصريحات ببقاء القوات الأمريكية في العراق بموعد الانتخابات، ما صحة مثل هذه التفسيرات؟ نعم، الحكومة لم يبقى لها شيء في هذه الدورة وكذلك البرلمان، وبالتالي هم غير قادرين على أن يتخذوا مثل هذا القرار، لأن من يتخذ قرار بقاء القوات الأمريكية عليه أن يتحمل ما تتعصب على اتخاذ هذا القرار في الفترة المقبلة، وبذلك الجميع يحاول تأخير أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى بعد الانتخابات، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الانتخابات بتوجس كبير جدا، وهي ترى ما ستؤول إليه الانتخابات وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت في المنطقة سواء كانت في سوريا أو كانت في العراق، لا زالت لحد هذه اللحظة لم تتخذ قرارات استراتيجية بصورة واضحة جدا، وإنما هناك ارتباك في اتخاذ الموقف وهناك تأخير في كثير من الملفات أدى إلى ضياع أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والأمني العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.